زينو بدك تلعب تيمو بدك تلعب اكس بوكس؟ يس. مش على الطاوله مامي، مش على الطاوله، انزل. زين اذا بدك شيل هدول عشان يكون عندكم سبيس. يلا يلا تيم ساعد اخوك. على فكره انا دائما بخربط بين اساميهم، صرت بخربط بين نادي على بابا اذا بدك عشان يساعدكم. بابا يس تعال، بيتنا كثير كبير، فبابا بده عشان يجي بده كثير. اكس بوكس يس دادي. خلينا نحط سنتي زينو زينو. ها بعد شوي هيك زينونو زينونو. زين مامي هيني انا كمان. لا لازم نحطها هون، لازم نرحل عشان نلعب اكس بوكس. هاي هون. يلا خلي بشار، انا عبالي نلعب وهي تبع الدانسينج. خلي زينو يحط لنا. تقدر تسوي لنا زينو هي تبع الدانسينج؟ وين انا؟ يلا مامي دانس. يلا تيمو. يلا تيمو stars. طبعا بنلعب، كان فيك تخلي ابنك يربح. احنا بنحاول انه ما يكون كل شيء جدي في حياتهم، يعني مش بدي يروح خلاص طول نهاره بالمدرسه، بدي يروح بدي ياكل بدي يدرس بده يفوت ما بعرف شو. بنحاول دائما انه نعمل هيك فقرات خلينا نسميها انه انترتينمنت لهم يتسلوا فيها يلعبوا فيها. يعني اكثر شغلتين بكرههم عم تعمليهم، بتحضري فرنش بتاكلي شيبس. مش معقول يا ربي. تعلم اللغه الفرنسية. خلص هلا ايش تتعلم؟ تعلمت الجزائرية. لازم تعلم. ولفنا الهدره الجزائريه. ايوه شفت كيف ما كان والو والله. ما كان والو، ما كان والو. علاش داير المشكلة على راني ما نفهم فيها والو، كيفاش ما نديرش مشكلة؟ طيب واش تحب تشوف؟ ما بعرفش أي شيء، حطينا شيء نحضر موفي ولا. تفضل. أوكي. أي شيء موفي. والله بسايرك، مع إنه بسايرك ما كل يوم نفس القصة، كل يوم بنعيد نفس القصة. وفي هيك الحياة الزوجية، كل يوم بنعيد نفس القصة. صحيح. كيف نحن قبلنا نتجوز؟ كيف تجوزنا؟ كيف تجوزنا؟ مجانين، مش معقول كيف تجوزنا. شي بعشت ايام بعد التور. احنا خلصنا الاكاديمي بعدين لا بالتور. لا استنى شوي. نحن ما حبينا بعض جوا، لازم نوضح هذا الاشي. مزبوط. انا كثير بيسالوني طفيني شوي يعني تشيبس، يعني مشي لي اياها. يا ماشي يلا، عشان تعرفي انت بتسيري وانا بسير كمان. لا بشار، 11 سنه زواج، اول 5 سنين ممنوع البطاطا المقليه، ثاني 3 سنين ممنوع النوتيلا. هلا تركك على راحتك، بتاكل اللي بدك اياه وبتشرب اللي بدك اياه يعني ما عم بتدخل. لا حتى عم تعشي مع اولادك لحالك وحياتكم سعيده، ما بدخل فيكم عم باكل لحالي. لا لا استنى، مش عم نتعشى لحالنا، انت بتحب تحضر اكلك لحالك لانه بتاكل البروتين. لأنه أكلكم يعني بصراحة كله زيت وكله هذا ما بقدر أكله. طيب نرجع للمهم. لازم نوضح أنه ما حبينا بعض بالأكاديمية، لأنه كتير ناس بيفكروا أنه نحن حبينا بعض، ونحن كنا كتير صحاب. أنا بتعرف مش متذكرة إذا تجوزنا قبل التور ولا بعد التور. بعد التور أكيد، بعد التور. أنا بتذكر أنه بعشت أيام وكانت إشي كتير خلص التور
تقريبا 10 ايام بعد التور اكزاكتلي تجوزنا. مزبوط. ثلاث بلدان اشتغلوا على العرس. ساتيني نعملوا في لبنان. مزبوط. والحلو هاي القصص الثانيه. لا الحلو نعمل هون. لا ملبس، ملبس في الاردن والشوكولا. يس. والحلو الجزائري بالجزائر. بالجزائر اه يس. والصالة والقصص الثانية بالجزائر. بالجزائر والأفيتيشن كاردز وهذا عن جد غلبنا ناس. بس كتير ناس فكروا فكرونا ما رح ما رح نكمل فاسناهم. ما هو بصراحة إنه اثنين تعرفوا على بعض بال بال بالأكاديمي وبعد 10 أيام من ما خلصت الهاي تجوزوا أكيد إنه شو عم يعملوا هدول. بس بتعرف شغلة، أنا بحس لأنه ما حبينا بعض، مش قصة ما حبينا بعض، أكيد بحبك وبتحبني وبعرف هذا الحكي، بس ما كان إشي الإشي المهم بحياتنا صح؟ يعني نحن تجوزنا لأنه بنتفاهم كتير منيح. ما عمرك سألتي حالك ليه كتير بتطلع إشاعات علينا إنه إحنا بنتطلق؟ عن جد لا. طول ليه رأيك؟ لا تيم عم بيبكي كتير. تيم عم بيبكي ماما. لازم اروح ريسكيو. مامي از كامينج، مامي از كامينج، باي باي. لا ما في باي باي، ما في باي باي. لا بيبي ابنك عم يبكي. طيب ليش ما تطلقنا؟ لانه في عندنا هالاولاد، يعني شو بدنا يطلقونا؟ خلص هلا اقتنعوا فينا الناس. لا لا احنا متفاهمين لانه وي كوميونيكيت ويل. صح مزبوط. هلا احنا ما جبنا اولاد في الاول، ضايلنا كتير منيح لأنه بنتفاهم، لأنه كتير علاقتنا قوية. وابنك وتيموس مسكين تيموسو. طيب راح يشوفي تيموسو. ميسي ماميسي. اوه يو يو انت مامي يو. صحي تيموسو. لا مش صحي، بدو ينام. طيب ليش بدي يوم صح صح هيك؟ تنيمو. هو تنيمي؟ اه. كيف ينام هون؟ دودو مامي دودو. يعني دودو عن مامي. شو كان الموضوع؟ ايش مامي؟ الطلاق. كيف بدنا نطلق يعني هلا؟ اه بي. شفتوا ليش ما عم نطلق؟ اكيد راح اطلق لك اذا بيصحى ابنك. والله العظيم بخليك انا. لا بصحى. انت صرت تضحكي وتعليتي صوتك. طبعا نحن ما بنتخانق ابدا على فكره. لا نتخانق. اكلوا شو بروتين بروتين. انت اكيد لازم تعيش معه. هدول بالنيبال كانه شو بتعبت احكي؟ استنوا شوي. كنت بتحكي مع ما نتخانق او نتخانق؟ لا مثل كل الكابلز. اكيد زي كل زي اي اثنين كابلز. يعني ما اتوقع في اثنين كابلز ما بيتخانقوا. صح؟ اه مزبوط. بس بس متفاهم يعني. احنا بنحاول دائما انه قبل ما يخلص اليوم انه لو في اي مشكله كانت انه نحكي نشوف مين الغلطان مين مش غلطان. كل واحد يحكي اللي عنده يفضفض يعني. فهذا الشيء بيساعد انه تكون العلاقه صحيه دائما بين الاثنين بين الكابلز يعني. بس بدي انا هون كمان اعطيك هيك نجمه انه انت كمان متفهم ومتساهل. هي علاقة بين اثنين، فهي 50-50 هون يعني. كل واحد بده يشيل. خود انت 70 شيل وانا شايل 70. مين قال لي غير هيك؟ اوكي لازم. صراحة نحن از فاميلي كثير حكينا عن التضحيات وهذا، وحكينا قديش نحن وي ريلي نيد تو بلان ثينجز دايما اهيد اوف تايم، يعني اهيد اوف تايم عشان تكون حياتنا منسقة. وتركنا الفن من شان أنه ننسق لمستقبل أحسن. وأنا شايفة المستقبل أن يكون إن شاء الله زاهر. بس أنا بشوف فيه زينتين يعني. أنا بشوف حاسك حاسك واحد سياسي عم يحكي والمستقبل زاهر وال... عن جد يا روح أنا لا تكون إيش ألا أدي.
لا احنا اهم شيء يعني بصراحه مش شايفين غير شيء واحد على فكره انه ولادنا قتله. طيب بس خليني احكي الصراحه. اما هاي المستقبل خليتني اشخور على الكاميرا ما بسامحك. المستقبل الزاهر والمستقبل الوردي والمش عارف شو زي السياسيين طلعت مثل هذا عن جد عملوا هكا خنزيره انا اللي بشوفه انه او شغل احنا مركزين عليه على الحقيقه مش انا اللي بشخور هو اللي بشخور لما ينام تورجيك. طب بصير احكي لا انا شايف المستقبل لذين ولتين اوعى تقول لي المستقبل عشان طناجرك الحشاوش والاكلات هو لذين ولتيم لذين وتيم اكيد اه ليطلعوا طباخين لا بس انه شايفينهم كبروا وصاروا ناجحين اتخرجوا وصاروا ناجحين في حياتهم العمليه يلا روح ننام بكفي كثير اشتقت لهم مش عبالي اروح لا يلا روح ننام قول لهم باي صح اللي عم بحكيه مش صح طبعا صح شكرا ما بدي كمان وحده توب 5 احنا غوفنو انو موتون وي سي امبوسيبل سي يعني حكيتي مش ظابطين لا مش مظبوطين طب ليش لما دايما بحكي مع الكاميرا لحالي بكون ظابطه ومحلاني يعني ما في حدا بس تطلع انت معي ما في حدا بتنبه لك او بسيروك يمكن الكل بيسيرني ما عدا حضرتك صحيح